بسم الله الرحمن الرحيم. هاك قطاف تمام محمد شريف، استاذ التربيه البدنيه بمدينه طورقه، عضو بجمعيه حي 400 مسكن، عضو بجمعيه النادي الرياضي لكره قدم مصغره ترجي رياضي طورقه. احنا في هذه الظروف بعد تغيير توقيت الحجر الجزئي اللي راهم زادوا فيه الوقت ولا على 12، وبعد تحسن الوضعيه الوبائيه بالمدينه هنا وبالولايه، قررنا كجمعيه اننا نقوم دوره رياضيه خاصه بفئه الاكابر لاكبر من 35 سنه في حي 400 مسكن، باشراف وبوقوف السلطات المحليه وعلى راسهم رئيس الدائره رئيس البلديه اللي راه واقف معنا السيد حمزه بن عباس، وقدم لنا كل التسهيلات. السلطات المحليه كانت حاضره، الحمايه المدنيه كانت حاضره، الامن الوطني، ممثل الصحه الجواريه، كل السلطات راهي هنا في قدماء لاعبين بالحي اللي هنا. اسم الدوره ما عطيناهاش اسم، عطيناها دوره خيريه. دوره خيريه بمناسبه في شهر رمضان هذا، بدون حقوق مشاركات، يعني دوره خيريه. عدد مشاركين، عدد الفرق المشاركه، عدد الفرق المشاركه كاين ست فرق ولا كيما نقولوا احنا ست احياء من مدينه طورقه. ما فتحناهاش الدوره هذه نظرا للظروف الراهنه اللي راهي هنا عندنا. احنا ظروف جيده على كل حال، ما نقدروش نقصروا، وحنا رانا مستعدين في اي لحظه وكون راح تكون حاجه اللي راح تضر بالمصلحه العامه راح نوقفوا الدوره هذه، لانه دوره خيريه تشبع ست فرق فيها تسع مقابلات من انطلاق الى غايه نهائي. قللنا في عدد المقابلات، درناهم تسع مقابلات راح نلعبوهم يوم بعد يوم حتى في خلال شهر رمضان. وهذه هي واش راح نقول. افطار السهرات الرمضانيه متماشيين مع رغبه الجمعيات الرياضيه وجمعيه الاحياء، يعني قيمه هذه الدوره الرياضيه الرمضانيه الخيريه في حي 400 مسكن. و يعني نتمنى ان تواصل مثل هذه الدورات الخيريه التي من شأنها أن توطد العلاقات بين شباب مختلف الأحياء، وكذلك هي سهرة من السهرات المدنية وكسر للروتين المعروف. ونتمنى إن شاء الله النجاح للجميع وبارك الله فيكم. يوف زين الله مثل هذا دبا مثل هذا حنون يا بمناسبة شهر رمضان الفضيل. نظم نادي الترجي الرياضي طولقة دورة رياضية خيرية تحت إشراف رئيس بلدية طولقة السيد حمزة بن عباس. وكما عرفت هذه الدورة مشاركة معظم أحياء بلدية طولقة. راكم تشوفوا اليوم هذه الدورة اللي راهي أقيمت على ملعب إسمنتي رغم عدم وجود ملاعب جوارية، ولكن هذا لا يمنع الترجي الرياضي يقوم بنشاطات رياضية خيرية اجتماعية لتنشيط ذهنيات المجتمع ولتكون سهرة خيرية في شهر رمضان الفضيل. مبروك ربي.